السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة دي اليوم هي عبارة عن ميني تارتوليت بالكراميل. في مقادير الوصفة غادي نحتاجو 125 غرام زبدة، كاس العنبة ديال السكر كلاصي، قبصة ديال الملح، واحد ساشية ديال الفاني، ربع كاس ديال الزيت، بيضة واحدة والفرن. في البداية غادي نخدمو الزبدة مع سكر كلاصي. أنا بالنسبة لي بغى كمية أكبر يضاعف المقادير. كنخدمو الزبدة مزيان حتى كتولي بوماد، عاد كنضيفو العناصر الاخرى. كنضيفو ربع كاس ديال الزيت. اللي يستعمل الزبده مارغرين يدير نصف كاس ديال الزيت، لان هنا عندنا غير 125 غرام ديال الزبده. اللي دار 250 غرام يدير كاس ديال الزيت. بعد كنضيفو الحبة ديال البيض وكنخدموها حتى هي مزيان مع الزبدة والسكر حتى كيندمجوا مزيان. الصابلي ضروري يعني من هاد الخدمة ديال الزبدة مزيان باش كيجي الصابلي مزيان. ثم كنبداو نضيفو الفرن تدريجي. كنرميو غير شويه بشويه وكنخدموه باش ما تجيناش العجينه قاصحه. بعد ما جمعت العجينه صافي، دابا راه واجده هي، يعني كنقيسوها بيدينا ما كتلصقش، نديروها في بلاستيكه ونديروها ترتاح في الثلاجه. بعد ما ارتاحت العجينه في الثلاجه غادي نديرها ما بين جوج بلاستيكات وغادي نبدا ندلكها. غادي ناخدو هاد الليمون الصغار ديال لي ميني طارتوليت. انا كندير هاد الطريقه هادي كتجيني ساهله وكنكمل في وقت وجيز، يعني ما كتاخدش الوقت بسرعه. كنضغط عليهم وكنقلب، وما كديري شحال من حبه في وقت وجيز، يعني بسرعه كياخدوش الوقت. كنضغطو عليها شويه في الوسط وكنقادوها من الجناب. نفس الطريقه غادي ندير لي طارتوليت كاملين، كنضغطو في الوسط وكنقادو الجناب. غادي نكمل نفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. ملي ساليتهم تقبتهم في الوسط شويه بالفرشيطه باش ما يتنفخوش، وغادي ندخلهم الفران سخون ونقص عليهم العافيه مهيله باش يطيبوا على خاطرهم. هنا غادي نحضروا الكراميل. عندي هنايا كاس كبير ديال السنيده، غنديروه في كاسرونه وغنديروه كنديروه فوق العافيه وما كنقيسوش حتى كيبدا يبان لينا راه بدا كيدوب، عاد كنبداو نحركوه. العافية تكون يعني متوسطة، منجهدوش العافية باش ما يتحرقش لينا السكر من الجوانب. وكنستمر في التحريك. كما كتشوفوا السكر بدا كيدوب.
يعني خص كاع دوك هذوك الكرات ديال السكر كاملين خصهم يدوبوا، ما تبقى حتى كرة. انا هو كتشوفوا السكر كله داب، يعني ما بقات فيه حتى كويره، كله راه داب مزيان. كنضيفوا واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الزبده ولا معلقه ونص، وكنحركوها مزيان حتى كتندمج مع الخليط كله، كيولي مندمج. حركو مزيان، اللي بغى يدير كمية أقل يدير غير كاس صغير، كاس ديال العنبة. أنا درت كاس كبير لأن كنت بغيت كمية كبيرة. أنا بعد ما ندمجت الزبدة مع السكر غادي نضيفو كاس كبير ديال الحليب، نفس الكأس اللي عبرنا به السكر كنعبرو به الحليب، وكنبداو نحركو هنا. في هذه المرحله هذه من الاحسن تحيدوا الكاسرونه من فوق النار، وبعدوا شويه وجهكم، لان راه يعني هذه المرحله هذه شويه صعيبه، السكر كيكون سخون يعني كيبقى يطرش، وشي خطرات كيحرقنا كاع. كنبقاو نحركوه حتى كيدوب داك السكر كامل. ثم كنستمر في التحريك، هو السكر دابا كله داب، غادي نخليه يغلي مزيان حتى كيتقال الخليط، عاد كنحيدو من فوق النار. انتما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، انتما كتشوفوا كيفاش ولا خاتر وثقيل. صافي في هذه المرحله صافي غادي نطفي عليه. هنا غادي نزيدو واحد معلقه كبيره ديال الكركاع مهرمش ومعلقه كبيره ديال الزبيب مقطع، وغادي نخلطوهم مع الكراميل. بالنسبه لهذه الاضافه هذه اختياريه، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش ماشي مشكل، يعني خلي الكراميل غير هكذاك. من بعد ما وجدوا لي ميني طارتو لي طابو والكراميل حتى هو وجد، عرف كنبداو نزينوهم بهذه الطريقه. كناخذ شويه ديال الكراميل، غير راس معلقه صغيره باش ما لان باش ما يجيش كميه كبيره على لي طارتو لي، تبداو يفيضوا من الجناب، وكنحطهم في الوسط. والتزيين كيبقى اختياري، يعني كل واحد كيزين بالطريقه اللي بغا. وحتى الحشوه يعني ماشي ضروري اننا نديرو كراميل، كاين حشوات كتار، اللي بغا يدير الشكلاط، اللي بغا يدير الكاناش، يعني كل واحد يدير الحشوه اللي بغا. كناخدو هاد الحبيبات ديال الشكلاط هادو اللي ملونين، اللي فيهم الابيض والكحل والقهوي، وكنزينو بهم من الفوق. ومن بعد غادي نزينهم خطوط من الشكلاط الاسود من الفوق، كيجيو رائعين، المذاق ديالهم يعني رائع. والوصفة سهلة ما فيهاش شي تعقيدات، هما لي ميني طارتوريت ديالنا كملناهم. نتوما كتشوفوا زينتهم بخطوط من الشوكولاتة الاسود، كنتمنى انكم تجربوهم، يعني كتجي شيء كيجي وهشاش، غير كتحطها في فمك كتدوب. وصفه زوينه ورائعه، نتوما كتشوفوا المنظر ديالها كيفاش كتجي. نتمنى انكم تجربوها، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ووصفة جديدة. إلى الملتقى.